خلص انا اغتنم انا لما انا تعرفت عليه انا تعرفت على شو عم تعمل انا تعرفت على دكتور طلال صديق تعرفت عليه صدفة بالثمانينات بيتلفن لي بيقول لي انا طلال ابو غزالي في عندي قضية بدي اطرحها عليك وانا بعرف مين طلال ابو غزالي ولا بعرف شو القضية وصل حامل ملف انت نسيتها هي نسيتها بس امبارح اول امبارح تذكرتها بيوم تكريم سليم العصر هو اللي تولى القضية اللي انا كسبتها ضد الدولة حامل ملف حامل ملف اهلا وسهلا اهلي طبعا كان شاب اكثر من هيك اكيد لا شو بيفتح الملف بلش يشرح تصور انا محامي بدي استلم دعوه ما لقيت اسال ولا سؤال قال كل شيء اخذت منه الملف عملت منه دعوه كتبته وربحناها عم بقول هالمقدمة بس أقول إنه لا شك قبل ما أوصل على حياته الذاتية لا شك شخصيته شخصية قليلة نادرة بتنظيمها بالترتيب يلي بيعمله وأنا برأيي سره الأساسي هو العمل ببساطة يشتغل ما بعرف قد ايه كم ساعه بيشتغل بس بتقديري انه ممكن يكون عم بيشتغل له شي 12 13 ساعه بيقرا شي 3 4 ساعات بينام شي 3 4 ساعات يعني بيطلعوا ال 24 هيك مزبوط هيك او مزبوط في شيء في شيء هلا الامر الشخصي الثاني اللي لازم اقوله مع المناسبه انه انا مرقت لعنده من شي سنتين هيك مرقت لعنده لقيته حاطط الكتب تبعولي كان عم بيقراهم او هيبو قلت له بلش بالاخر انا عامل ثلاث كتب عامل كتاب عن رئيس سركيس وكتاب عن رئيس جميل وكتاب عن رئيس لحود هلا انا قلت له بلش بالقلب يعني بلش بالرئيس لحود لانه في بعده شوي ضب اكتواليتي مثل ما بقولوا لانه هذيك مر الزمن عليه بقى بالحكي لما خبرني بالحقيقة مش كل هودي اللي عم بقولهم مش هني اللي أثروا علي تعامل كتير يلي أثر علي هو اللي بخبرك حياته وأنا بدي أقول إنه قلما طفل عمره 10 سنين تهجر 10 سنين تهجر إجا على بلد ما بيعرف حدا قعدوا عند شخص كان يروح على المدرسة يمشي 10 كيلومتر روحة وعشرة كيلومتر رجعة لأنه ما كان بيقدروا أهله يأمنوا له طريقة نقل ما كان معه مصاري يدفعوا النقل بس هو كان عنده لا شك إرادة كبيرة وأنا الخبرية يلي أكثر مرة هلا يعطيك العافيه الخبرية يلي اكثر مره اثرت فيي هو انه اول نهار راح المدرسه راح مشي طبعا من الغازيه هيك صحيح من الغازيه لصيدا في 10 كيلومتر بالغازيه ما في مدرسه قرر يروح كل يوم يمشي 10 كيلومتر روحه و10 كيلومتر رجعه تروح على المدرسة عشان هيك الصحة منيحة إن شاء الله ايه ما هيدي هو هيدي وحدة من بعدين صار يقول لي ما هو كل شيء كل سلبي بيعملوا إيجابي قال لي صحتي ما كانت تكون منيحة لو ما عملت هودي بقى لما بيوصل أول نهار بيسير نهار شتي بيوصل مبلغ طبعا 10 كيلومتر ماشي بيوصل مبلغ لما بيوصل تقريبا ضحكوا له الولاد هذا شو جايب هالهيئة مبلل وواصل بما فيه المعلمة يعني تعجبت سألته
قلت له انت ليش وقع لك بشيء عبير يعني شو صار معك؟ كان جوابي بسيط، قال لهم انا بالغزيه جاي على الطريق وما بقدر انا امن طريقه وسيله نقل جاي ماشي. طبعا سكتوا كلهم اللي كانوا عم بيضحكوا سكتوا. ثاني يوم وهيدي اثرت فيه جدا، ثاني يوم لما وصل على الصف كانوا ناطرينه كلهم، لما وصل وقفوا وزقفوا كلهم. فطبعا لا شك انه عم بعطي هالمثل بالزيت تقول انه واحدة من اسرار او سر نجاح طلال ابو غزالي هو العمل والجهد. يعني لا شك يعني واحد مثل ويدرس. هلا اخبار الدرس كمان بدي اخبركم شغله ثانيه كيف قدر اتعلم بالغزية. طبعا كانوا صعبه مش نزلوا على بيروت، بيروت قرر يروح على المقاصد سجل جيب كل الوراق سجل حاله بالمقاصد. هلا لما تسجل حالك بدك بالاخر من بعد كل هول وراء تدفع القسط. حضر كل الاغراض، قال له هذا المدير هونيك ايه هلا في القسط. قال له انا ما معي ولا قرش من القسط. قال له ليش جبت كل هالوراء وعذبت حالك؟ قال له انا ناوي يعني انه ما بيسال مين بقول له القسط. قال له مين مدير هون؟ طلع من بيت سليم هيك؟ نعم. راح لعنده قال له انا بدي ادخل. قال له يا ابني، قال له اول شيء ساله قال له بدي منحه. قال له خلص نحن اعطينا المنح وما بنعطي المنح الا للناجحين. قال له انا بقدر اقول لك اطلب منك شغله، بلني اول فصل وبوعدك ما يلي اذا ما طلعت الاول مش بالمجموع بكل مادة لوحدها طردني. طبعا تعجب كثير يعني طلع فيه انه شو عم يحكي هالولد هيدا. قال له انا هذا الاتفاق انا وياك. هلا مدير المدرسة قال خلينا نرجع لرئيس المدرسة. راجعوا رئيس المدرسة عيط قال له انت فهمين شو عم تقترح؟ قال له انت فهمت انه الانسان بيبقى واحد عقله رياضي بينجح بالرياضي بيبقى واحد عقله ادبي بينجح بالادب، واحد عنده تنقول ذكاء بيلقط الشغله على الطايف، في ناس ما عندهم ذكاء عندهم ميموار عندهم بيلقطوا المسائل. انت هلا قال له انا جربني وهذا تحدي اخذته هيدا على نفسي. قال له إيه؟ طبعا لازم نسجل مشان ما نطول بهيدي. من ذلك التاريخ حتى خروجه من الجامعه كان الاول بكل شيء. هيدي شقفه من مسيرته. لما سمعت هالخبريه لانه هو بخبرهم بتفاصيل اكثر وفي متعبه بحكي أحسن، قررت أنه أنا هيك صدف شاءت أنه أتعرف على شخص ما بيربطني فيه إلا أنه مرة الفل. فقررنا أنه نعمل هذا. أنا قررت أنه قلت له تحرز أنت كتجربة إنسانية تعطي أمان للشباب أنه ممكن واحد من تحت الصفر يعني مهجر إجا من يافا على صيدا ومن صيدا لبيروت ما كان معه قرش بجيبته، ما كان معه ليرة يدفع قسط، وصل مثل ما وصل. فهيدا يعني حلوة. أنا كاتب عن الرؤساء بس الرؤساء هو كله وصلوا وكله بيعرف هون هذا الإنسان كيف وصل. شغلة لا شك تحرز. أنا كتبت هذا الكتاب لأنه أردت أنه الهدف الأساسي كان مش كتاب عنه بقدر ما كتاب عن أنه الإنسان يجب أن يأمل ويعمل. يعني الأمثولة اللي فينا نستخرجها أنه كل من يعمل ينجح وكل
من يعمل. وبعدين مش بس هيك، مع الوقت اكتشفت انه مين اي واحد منكم ياخذ منه موعد يروح يعطيه فكره، مش بس بيسمعها، تاني يوم ببلش بتنفيذها. قدرته على تنفيذ اي فكره عمليا ما بعرف، انا شركاته ما بقدر اعددها، بعتقد عنده شي 50 51 شركه. قد ايش وحدته؟ هالقد ما هيك يمكن اكثر. يعني 50 شركه. يعني اول واحد فهم شو الملكيه الفكريه واجى روجها بالمنطقه كان هو. وحاليا شركته بالعجيب، بعتقد شركته عجيب، بعتقد عجيب اهم شركه بالملكيه الفكريه بالعالم، يعني مش بس هذا. هلا يلي توقفني عنده وبكون تقريبا عم خلص كلامي لانه بدي اعطي الحديث له، بكون غير من اللي استحملني قناعته بالعلم والتعليم. انا بعتقد هيدي اقوى شيء عنده، بيعتبر انه اهم مهمه قدر يعملها بحياته هو انه عمل العلم والتعليم، ومش بس العلم والتعليم التقليدي، عمل العلم والتعليم الرقمي، وعمل جامعة أبو غزالي، تسميها طلال أبو غزالي أو طلال أبو غزالي، طلال جامعة طلال أبو غزالي، عمل جامعة للفقراء والمحرومين، لأنه هلا بيقدروا يدخلوا، وعنده كتير شعور بهذا إنه طيب يلي ما بيقدر يدفع قسطه، ما هو مر فيها. يعني ما بيقدر يدفع قسطه، معناتها ما بيقدر يتعلم، معناتها بده يضل فقير، ما بيقدر يتقدم. وبالتالي ذهب الى الجامعه المفتوحه يلي انت فيك تفوت عليها تتعلم وتعمل هيدي من خلال تكبيس زرار يعني. وبالتالي انا بعتقد وحده من اهم الشغلات يلي عملها بحياته هي مساله الجامعه، خاصة الجامعة الرقمية، وبالأخص إنه هذه الجامعة مفتوحة لكل محروم ولكل فقير، وهيدي كحال قال لي إياها وهي براسه يعني. ما عملها كرمالهم ولكن عملها بسببهم. يعني مين ما كان طبعاً بيقدر يدخل، ووحدة من الستات يعني المهمين حالياً، وأنا بدخل مرات مشان شوف شو عامل. لا شك شغل يعني بيعملوا شغل مهم، بس انا بعرف انه عاملوا من اجل الترقي، ولا بيعاملوا من اجل المال، ولا عاملوا من اجل التقدم. وقت الاحوال في شغل لازم نعرفها، انه لا شك ربح مصاري كثير، بس ما كان هذا الهدف. كان هدف شغلتين برايي، خدمه مجتمعه بصوره خاصه اللي عايش فيه، والشغل الثاني اللي راح صار والشغل الثاني اللي بتهمه طبعا فلسطين. يعني لا شك عنده بذهنه امرين، الامر الاول هو المجتمع اللي عايش فيه والشباب وتقدمه، ولكن فيه كمان القضيه الفلسطينيه وفلسطين شغله، ولسبب ماله وامكاناته هي بهالاتجاهين، باتجاه انه يقدر بعمله بيقدر يوصل لانه الاخر يقدر يتقدم ايضا، وبقضيته انه يكون قضيته يقدر يحملها الى بعيد. انا ما عندي كثير يعني، خبرت كل هودي مشان نقول انه بالنسبة إلي هو أهم شيء القراءة. يعني أنا وعيت إنه هي مضبوطة، إنه أنا لأني قريت منيح، أنا وهذا قدرت أكتب منيح يعني. القراءة عنده أساس، بعد ما حبيت هلا بأربع ساعات قراءة يومية. اثنين، بخبر الآخرين وخاصة العاملين معه عما قرأ أو عما استنتج من قراءته، لسبب أحب برأيي
حد لقب عنده أن تناديه بكلمة يا معلم، فليتفضل المعلم. أنا ما ظنيت إنه أنا إلي دور اليوم، لأنه الدور المؤلف مش إلي، بس أنا حبيت أنتهز لرحب فيكم وأشكركم على حضوركم رغم أزمة السير العظيمة. يعني اللي حضر مناضل ومجاهد ويستحق أن أنحني لكم لهذا الجهد في هذا اليوم الصعب من المرور. بس معليش، يعني مثل ما معالي تكلم، أنا دائما كنت أؤمن بأنه المعاناة نعمة. أنا ألفت كتابين في حياتي، الكتاب الأول قصص من حياة أنعم الله عليها بالمعاناة، وكتاب آخر صدر من أسبوع، أتمنى أن تحصلوا على نسخة إهداء مني عن مستقبل العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة، اللي هي الصناعة ثورة المعرفة، عالم المعرفة الجديد، عالم مختلف عن ما نعيش. يعني لدرجة أنه أحفادكم، مش أحفادي، أحفادي أنا تخرجوا من الجامعة وصاروا أكبر مني في العمر، فأحفادكم سيستغربوا كيف أنتم عايشين في عالم، أو أنا، نحن كيف عايشين قادرين نعيش في العصر الحجري. هذا سيعتبر حياتنا اليوم حياة في العصر الحجري، لأنها محرومة من قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، التي هي كما أصفها هي الجهاز العصبي في جسم الإنسان الذي يحرك كل شيء فينا. في عنا عين وإيد وإجر، بس كل شيء يحرك الجهاز العصبي. في عصر المعرفة كل شيء في حياتنا ستحرك الإنترنت. يعني أنا سحبت الميكروفون مشان يكون قريب من معالي، ما في لزوم في المستقبل إنه نفكر بهيك شيء، لأنه الجهاز نفسه سيصبح ذكي وهو يقرب عليه، وإذا دار وجهه يدير وجهه معه. هذا يعني من أبسط الأمثلة. سنعيش في عالم مختلف كليا في كل شيء. فهذا الكتاب أيضا متوفر. أنا بس حبيت أذكر بهذه المناسبة، لأنه الكتاب صدر حديثا، بس افتخاري اليوم هو بكتاب أخي وصديقي معالي الوزير، لأنه مثل ما ذكر هو عمل 3 كتب عن 3 رؤساء، يعني 3 رؤساء جمهورية. فأن آتي أنا في مؤخرة أو في أسفل هذه الكتب الثلاثة فخر كبير لي. يعني مش هذا ليس مكاتب محترف، هو مؤلف الرؤساء، يعني رؤساء الجمهورية السابقين هم الذين حظوا بكرمه والقلم، وأنا الآن فخور بأن أضاف إلى هذه القائمة في أسفلها. أنت رئيس جمهورية المعرفة. حبيبتي هذا خلقك الكريم، خلقك الكريم. والحقيقة أنا ما يلفت لي في هذا الكتاب والاختيار من إبداع، يعني عندما يقول إنسان سكنته المعرفة، أنا أشعر بأنه وصفني، لأني لست، قيمتي ليست لا في مال ولا في نفوذ ولا في جاه ولا في شركات. حقيقة قيمتي بأنني من سنة 1965 أنا أعمل عام المعرفة. أنا كنت في عام 65 موظف في شركة، وسمعت عن شيء اسمه وورد بروسيسور. قال لي عقلي إني أشوف شو الوورد بروسيسور، يعني شو يعني وورد بروسيسور؟ تايب رايتر؟ قالوا لا، مش تايب رايتر. كان وقتها أعظم تطور وتقنية في العالم كانت تايب رايتر، تطبعي وبعدين تشدي هيك وبعدين ترجع تكتبي حرف، عارف؟
بعدين تطبعيها هذا شيء عجيب، آلة عجيبة التايب رايتر. ما كانش معي فلوس أروح على هذه الدورة، دورة كانت في قرية اسمها هاي وكم خارج لندن في مقر لشركة اي بي ام. شركة اي بي ام كانت وقتها أهم شركة في الصناعات التقنية اللي هي بدأت صناعات الكمبيوتر. فرحت على هذا البرنامج يعني عمليا، وعم بحكي بدقة اضطريت، وفي هون صديق اللي قاعد جنابه اسمه غاندي الحلبي صديقي بكل أيام دراسة حياتي، اضطريت أن أرهن الساعة تبعيتي اللي أنا حصلت عليها لجائزة، يعني ما كنتش معي حق أشتري جائزة حتى للأمانة. كان في مباراة في كلية المقاصد وحصلت على الشهادة في هذه على الساعة في هذه المباراة كجائزة، رهنتها لأكمل مصاريف سفري لأذهب إلى هذا الكورس. وجدت ماكينة طولها 10 إلى 15 متر، هذا هو الورد بروسيسور، هي مثل التايب رايتر ولكن تطبع فيها المعلومات، تحللها هذه أو تبوبها حسب برنامج معين وتطبع لك إياها. بس عقلي قال لي إنه هاي مش النهاية، هاي بداية. فبدأت أتابع هذا ثورة بداء المعرفة. المعرفة ثورة المعرفة بدأت في الستينات، ولكن ما كانش حدا منتبه إنها ستصبح ثورة معرفة. بدأت بما يسميه باللبنان وبالفرنسية الانفورماتيك، اللي هي أدوات التقنية، بس مش هاي الثورة المعرفية. هذه أدوات، إحدى أدوات الثورة المعرفية، يتبعها الإنترنت ويتبعها الآن ويحركها بالدرجة الأولى الثورة المعرفية الارتيفيشال انتليجنس. الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، سيغير كل شيء في حياتنا في جسمنا، وهذا الشيء المخيف. لذلك أنا أيضا بهمني هذا الكتاب اللي قلت عنه ثورة المعرفة عالم المعرفة. يعني سنصل إلى مرحلة أن تقنية الارتيفيشال انتليجنس ستجعل البشر نوعين، نوع متفوق ونوع متخلف، مش متقدم ماليا ولا متقدم علميا، لا، في جسمه، في صحته، في قدرته العقلية، في قدرته على حفظ المعلومات، هي الذاكرة. هذا العلم سيستطيع أن يمنع المرض، مش يعالجه، يمنع. عندما يولد الطفل نستطيع أن نحلل توزيع الجينات، نسميه sequencing of genes، ونمنع أنه يصير عنده سكري، نمنع أنه يصير عنده سرطان. فإذا حيكون في هنالك الدول والمجتمعات اللي سيتاح لها أن تحصل على هذا العلم، ستينتج عندها إنسان متفوق قدرات جسدية وعقلية وعصبية، وهذا شيء مخيف. يعني سيكون في عنا قسمين من البشر، قسم بشر متقدم وبشر متخلف. مش متخلف ثقافة ولا اقتصادا ولا بأي أسلوب آخر، إنه متخلف بيولوجيا، وهذا شيء خطير جدا. المهم أنا اهتميت بهذا الموضوع وتابعته من سنة 65، والآن يعني بالنسبة إلي عندما أسأل في المقابلات أو في أي مناسبة شو بنحب تحب نحط أي صفة أو أي منصب، بقول عامل معرفة. أولا ما في أشرف من إنه الإنسان يكون عامل، العامل هو اللي يعمل، ويعني مش عيب ابدا، ولا بالعكس مش بس مش عيب، فخر ان يقول الانسان انا عامل لانه عم يعمل شيء. طبعا الوزير عامل، وهذا الفلسفه اللي يجب ان ندركها، انه العامل هو كل انسان، رئيس الجمهوريه عامل، الملك عامل، رئيس الشركه عامل. اذا مش عامل مش هو ملوش لزوم، فكلنا عمال. فهذا العمل، أنا نوع من عملي هو ليس العمل الحكومي ولا التجاري ولا أي عمل، عمل المعرفي. وقررت أن يكون هذا خطي سنة 65، لذلك على صورة الغلاف وجود أنه أنا عامل معرفي من سنة 65. بدأت المتابعة وبدأت السير في هذا الموضوع إلى أن، يمكن تذكروا عام 2001 كانت صارت حادثة سبتمبر 11 للاعتداء على الأبراج نيويورك تاورز وورلد تريد سنتر،
كان مقرر أن يعقد أمين عام المتحدة كوفي عنان مؤتمراً ينتج فيه فريق لصياغة مستقبل تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، وأنا كنت مدعو. كنا 52 شخص هذا الفريق، فيه كل الحكومات العربية الدولية الهامة، 32 دولة، منظمات دولية، وثمان أشخاص بصفتهم من العالم، أشخاص أفراد، واحد منهم أنا. فعندما عقد الاجتماع قال بدي مجلس إدارة من 6 أشخاص، انتخبوني، قال بدنا رئيس، انتخبوني رئيس. فوجئت حقيقة، فوجئت، فطلبت الكلام، قلت أشكركم على ثقتكم، جملة واحدة، لانتخابكم لي رئيسا عليكم رغم علمكم بأنني فلسطيني أردني عربي مسلم، أي أن كل التهم والجرائم موجودة في شخصي، وانتخبتوني عليكم رئيسا. فوجئوا سكوت، يعني واحد شو بدي أعمل بحالي. فكان حوالي 10 أو 15 ثانية صمت، ثم بدأ السفير الأمريكي يصفق، وصفق البقاع. اختيار كوفي عنان إلي كان لأنه هو أراد يمكن واحد من العالم النامي، من العالم اللي بسموه متخلف، اللي هو لأنه هذا العالم الذي يحتاج أكثر إلى هذا النشاط، وربما لأنه كان سمع أو عرف عني، ما بعرف شو السبب. المهم هذه الفرصة كانت فرصة لي لأقول للعالم أنه إحنا كعرب، وأنا عربي، أنا جنسيتي صحيح أحمل باسبور، ولدت في فلسطين، أحمل باسبور أردني، بس أنا عربي. تسألني شو جنسيتك، أنا عربي، وما عندي يعني خجل ولا تردد بأن أقول أنا في لبنان لبناني أكثر من اللبناني الأول، وفي مصر أكثر من الفلسطيني المصري الأول، وفي العراق كذلك، في كل بلد عربي أنا عربي. فشعوري كان يومها أنه ممكن نعمل شيء، فبدأت أركز على التطور اللي هو بعد ثورة المعلومات. ثورة المعلومات غير ثورة المعرفة، أكرر، إلى أن بدأت ثورة المعلومات بأن كان لي لقاء مثل هذا على المنصة أنا وبيل جيتس، وكان الحوار عن مستقبل العالم، ما هي توقعاتنا لمستقبل العالم في الثورة الصناعية الأولى، الثانية، الثالثة، فإذا يجب أن يكون ثورة رابعة. والثورة الرابعة أجمعنا على أنها الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة المعرفة، وهذه الثورة تبدأ. كان التوقع، أنا بحكي على الكلام هذا من 25 سنة أو 26، كان متوقع أن تبدأ في عام 2030، إنما الحقيقة بدأت قبل ذلك، بدأت الآن، كما بسبب تقنية المعلومات والاتصالات الأمور تسير بطريقة أسرع بكثير مما كانت تأخذ وقتا في الماضي. فالمهم، أنا آسف طولت عليكم، بس موضوع يعني حبيت أشرح، أنتهي فرصة لأحكي عن عالم المعرفة، لأن موضوعنا إنسان سكنته المعرفة. أنا سكنتني المعرفة بأنني أدركت بأن هنالك قوة هائلة ستأتي لتغير العالم، تغير العالم. الثورة الصناعية ما غيرت العالم، غيرت جزء من الحياة اللي تعتمد على الصناعة. الثورة الزراعية كذلك، الثورة المعلوماتية كذلك، اللي هي صناعة الكمبيوترز والتليفونات والأجهزة والموبايل، مش هذا اللي عم بحكي عنه. أنا عم بحكي عن عالم الزراعة فيه ستصبح ذكية، المزروعات، الشجر بيصبح ذكي، الطاولة تصبح ذكية، سيارتك، منزلك، كل شيء. والإنسان سيصبح قدرته العقلية كقدرة الكمبيوتر، يعني يصير عقلي إذا أنا الله أنعم علي بالحياة يوم أو يومين زيادة واستفدت من قدرة الارتفيشال انتليجنس، سيصبح عقلي قادر على أن يحتوي 10 مليون معلومة، يعني ما في مقارنة مع قدرة العقلية الحالية، والذاكرة كذلك، والعمر الإنسان كذلك، كل شيء في حياتنا وفي جسمنا وفيما حولنا سيتغير ليعمل بطريقة الذكاء الاصطناعي المفهوم في الناس أنه بده يغير الأشياء مثل السيارة تصير بدون سائق، هذا شيء بسيط،
سيارة بدون سائق وطيارة بدون طيار، هذا كله أمور بسيطة. إحنا نتكلم عن شيء كتير أبعد من هيك، ولا نستطيع أن ندرك أبعاده. ولكن أنا بحب ألخص الموضوع بأن ما هو قادم هو كل ما يستطيع العقل البشري أن يتخيله. ما في شيء تستطيع تتخيله إنه ممكن إلا هو ممكن، هيك سبحانه وتعالى. قدرة العقل على التفكير هي الحقيقة التي تنتظر التطبيق. وتذكروا لما واحد كان يحكي بده يطير شيء، طب هذا خيال، أو بده يوصل للقمر خيال، أو أي شيء، يعني سيارة تسوق وتمشي ونركب فيها خيال كان. كل ما نتخيلناه حصل، وكل ما سنتخيله سيحصل. هذا هو اللي نتكلم عنه الآن في مرحلة ما حدا بيقدر يقول وين حنوصل، لأن كل اختراع التقنية لا تسير إلا إلى الأمام. كل اختراع سينتج عنه مجموعة اختراعات، وكل واحد من هالمجموعة اختراعات سينتج عنه مجموعة اختراعات، فلا حدود لمدى مجال التفكير. لذلك أيضا بالإضافة إلى هذه الجامعة اللي تكلم عنها أستاذي معالي الوزير، هذه احنا الان اسسنا جامعه الاولى من نوعها في العالم في الكره الارضيه، لا يتخرج فيها الطالب بامتحان بل باختراع. اللي ما بيخترع ما بياخذ شهاده من اولها. انت جاي لعندي مش جاي لتتعلم، انت جاي عندي لاعملك مخترع. انا ما العالم ما بده باحثين عن العمل. انا لما تخرجت ودرست وتخرجت لاني كنت بدي وظيفه. أنا بكل بساطة أنا تخرجت من الجامعة، ويبما كلكم تخرجتوا لتحصلوا على وظيفة، سواء في القطاع الخاص أو في الحكومة أو في أي مجال. العالم لم يعد فيه مجال لمن يبحث عن عمل، العالم هو لمن يصنع فرص العمل، يخترع اختراع. ولذلك إذا بتلاحظوا أحد مظاهر عالم المعرفة أن أكبر أربع شركة أو خمس شركات في الدنيا كلها شركات معرفة، مش بنك ولا نفط. قديش حق النفط مهم، وشركات النفط كبيرة لا تقارن. ليس هنالك في بين الخمس شركات الكبرى في الدنيا أي شركة صناعية أو مالية أو تجارية أو نفطية، كلها شركات معرفة. شو جوجل؟ جوجل شركة تبيع المعرفة. جوجل هو أكبر تاجر في الدنيا كشركة، أكبر شركة تجارية. شو بتبيع؟ مش ما بتبيع بضائع ولا سلع ولا خدمات، بتبيع معلومات معرفة، وبتبيعها بدون ما تدفع أنت فلوس، لأنه في واحد تاني عم بدفع اللي هو المعلم. فإذا نتكلم عن عالم، حتى أنا في منظمة العالمية للتجارة وأنا على مجلس سياسات التجارية العالمية، مجلس صياغة سياسات العالم التجارية، تكلمت بأننا أمام مشكلة في المنظمة العالمية للتجارة، لأنها نشأت بعد قبل الإنترنت. ما فيش إلا توصيف لتجارة جوجل، هي شركة تجارية بس ما بتعرف تحطها تحت أي كاتيجوري، لأنه في أربع مودز للتجارة في WTO: تنقل السلع، تنقل الخدمات، تنقل البشر، تنقل رؤوس الأموال. جوجل ولا واحدة منهم. جوجل تنقل الاختراعات المعرفية، المنتجات المعرفية، knowledge products. وقدمت مشروع الآن يدرس في المنظمة العالمية للتجارة لصياغة سياسة حول أو اتفاقية حول المنتجات المعرفية مثل جوجل مثل أمازون إلى آخره. فإذا نحن أمام عالم متغير بكل ما فيه. المستقبل هو لعبال المعرفة، الثروة هي من صنع المعرفة. ما عادش في ثروة من أي صراع، أو في ثروات بس إذا بنحكي عن يصير بده يصير الواحد حجم مؤسسته تريليون، جوجل تريليون يعني 1000 مليار، حجم الاقتصاد اللبناني قديش؟ 80 مليار دولة، الأردن 40 مليار، الأمة العربية كلها أقل من تريليون بما فيها دول النفط. شركة واحدة اسمها جوجل أو أمازون أو أبل أو مايكروسوفت، هذه الشركات المعرفية هي التي تصنع الثروة وهي التي تبني المستقبل.
فلذلك احنا جئنا بفكرة انه الان نريد ان نخرج مخترعين. مخترع واحد يطلع من عندي من كل بلد عربي بنصير اغنى دول العالم. مخترع واحد يطلع لي يطلع ستيف جوبز. ستيف جوبز اللي هو معروف من هو؟ طب ما هو مولده سوري عربي. بدي ستيف جوبز بلبنان وبدي زوكربيرغ في الاردن. نصبح من اكبر امم الدنيا. هذا المستقبل ولذلك تركيزنا عليه. لذلك لما يتكلم اخي واختار لي هذا العنوان واللي انا مللتكم فيه، انا اود ان انقل رساله. وانا كنت امبارح بضيافه كريمه من الست بهيه الحريري في صيدا، وكان موضوعنا هذا الموضوع، وطلبت بتغيير التعليم في المدارس كما في الجامعات. وانا جديا اقوم بثوره يعني اقودها على مستوى العالم مش المستوى هون، لكي يتحول التعليم لتخريج مخترعين وليس تخريج باحثين عن العمل. هذا يجب ان يحصل. تلاحظ اليوم مشكلتك انك بتخرج ناس ما لهم حاجه. كنا اول نقول بدنا نخرج ليشتغل، بعدين نخرج ما يحتاجه سوق العمل. سوق العمل ما بده موظفين. وبالمناسبة هدول الخمس أشخاص اللي هم أغنى ناس في العالم تركوا الجامعة، ما أخذوا شهادة. بيل جيتس ما تخرج، ما سقط بالجامعة، دخل الجامعة بس ما سقط، ترك لأنه الجامعة سقطت. هل هنالك أستاذ، وأنا قلتها مبارح وبقولها بكل مناسبة، هل هنالك أستاذ في الدنيا يستطيع أن يعطي الطلبة معلومة واحدة مش موجودة على الإنترنت؟ كيف يعني؟ من وين بده يجيب المعلومة؟ طب ما هو الطفل مطلع على المعلومة أكثر من أستاذه لأنه متفرغ قاعد كل الوقت على الجهاز. الأستاذ مسكين أو الأستاذة بدها تروح تحضر الطبخة المعلمة، أو الأستاذ بده يروح يجيب الأغراض للمدام، ولما يرجع آخر الليل بتبهدل لأنه جاب الأغراض غلط وقدام على وجهه طب، بينما الطالب قاعد عم بدرس. فالدنيا تغيرت. الطالب عنده المعلومة قبل الأستاذ وليس هنالك أستاذ. هو هذا الكلام لما بنقوله بقول لك أوف بدك تفنش الأساتذة. لا يا سيدي، ما بدي أفنشهم ولا بدي، بدي أحول دورهم ليصبحوا منتجين تقنيين، موجه تقني مش ملقن. إحنا تعليمنا، وبكل صراحة وأنا كتبت كتاب لليونسكو قلت لهم فيه إذا لم تغيروا في سياسة التعليم في العالم سأرفع قضية عليكم، لأنه أنتم تسيئوا لأبنائنا وأحفادنا وأطفالنا بأن تعطيهم علم ما له فايدة. العلم اللي عم تعطيهم إياه مضر. مين قال أنه بده فائدة؟ فبالتالي أنا عم بيجيني إشارة محتاجين للقاعة، فأنا تحت أمرك.